بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على قناة مغرب تي في من مدينة بروكسل بلجيكا، حياكم الله. أولا وقبل كل شيء، بعدما رجعنا من الرحلة دي الحج، الحمد لله كانت رحلة موفقة ومباركة، والحمد لله دعينا مع الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء دينا في يوم عرفة. الآن غنتحدث على واحد الموضوع مهم جدا، وسبحان الله احنا في الإسلام كننتقلوا من موسم إلى موسم، من موسم ديال الطاعة إلى موسم ديال الطاعة آخر، فاحنا في موسم جديد وهي السنة الهجرية الجديدة. بزاف ديال الشباب اللي خلقين هنا في بلجيكا ما كيعرفوش بأن حتى احنا المسلمين عندنا سنة، عندنا تاريخ، عندنا يعني التاريخ ديالنا ديال الإسلام، ديال السنة الهجرية، السنة اللي هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. فالمسلمين بدأوا كيأرخوا من هذه الحادثة العظيمة. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك غنتكلموا على هذا الموضوع، السنة الهجرية الجديدة. طبعا إخوة الإيمان، استقبل العالم الإسلامي عاما هجريا جديدا إسلاميا، وقد جعل الله تبارك وتعالى بداية هذا الشهر يعني مباركا أيضا. الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، جعل بداية السنة يعني بداية مباركة. علاش؟ ليستقبل المسلمون عامهم بالبركات. فأول شهر في السنة الهجرية هو شهر محرم، وهو من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، هذا الشهر المحرم من الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كاين طبعا أربعة ديال الأشهر من الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وكذلك رجب الفرد. وجعل الله تبارك وتعالى هذه الأشهر من الأشهر المميزة، فحرم فيها القتال. الله سبحانه وتعالى حرم في هذه الأشهر هذم حرم فيهم القتال، ممنوع يعني القتال. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يستتب الأمن في البلدان العربية والإسلامية اللي هي الآن مفتونة بالاقتتال والعياذ بالله، فنسأل الله سبحانه وتعالى يرفع هذه الفتنة. فهذه الأشهر الحرم الله سبحانه وتعالى حرم فيهم القتال، وكذلك هذه الشهور سن فيها الصيام، والله سبحانه وتعالى ميز هذه الأشهر يعني وخصوصا شهر محرم عن غيره، فجعل الصوم فيه أفضل من غيره إلا رمضان. شهر محرم الله سبحانه وتعالى جعل فيه الصيام، الإنسان اللي كيصوم في الشهر ديال المحرم أفضل ما يصوم في شي شهر آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من الأشهر الحرم كان بثلاثين من غيره، ومن صام يوما من رمضان كان بثلاثين من الأشهر الحرم. الله أكبر، أشهر عظيمة. فإخواني الكرام، خصنا نعلموا الأبناء ديالنا هذه الأشهر. محرم يعني صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة الأولى، جمادة الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. ياليت لو نعلموا الأبناء ديالنا ويعرفوا بأن احنا المسلمين عندنا كذلك أشهر، 12 شهر، 12 شهرا، باش يتعرفوا على هذا السنة الهجرية الجديدة. طبعا الأبناء ديالنا كيعرفوا التاريخ الميلادي: يناير، فبراير، مارت، أبريل، ماي، جوان، جويلية، أوت، حافظينهم، كيتعلموها في المدرسة، هذه مهمة جدا. ولكن كذلك خصنا نعلمهم التاريخ الهجري الجديد. إخوة الإيمان، طبعا احنا في سنة جديدة، سنة هجرية جديدة،
هذا السنة خصنا يعني فيها عبرة. الأعوام مراحل، الأعوام مراحل تنقضي من عمر كل منا. كل ما داز عام يعني خلاص العام داز من الحياة ديالك، فكلما مر عام قرب كل إنسان من نهايته الحتمية. ملي كيدوز العام يعني هذا انت كتقرب للقبر ديالك، يعني قريب النهاية ديالك قريبة. حتى واحد ما غي يتخلد في هذه الدنيا، وحتى واحد ما غيبقى في هذه الدنيا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والعاقل، الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل، يعني من يحسب حسابا لهذه النهاية، كيضرب الحساب دياله، كيعرف بأنه واحد النهار غيجي وغيموت فيه، ليش قدمتي في هذه الحياة اللي أعطاك الله عز وجل إياها، ليش عملتي؟ احنا غنذكروا واحد الحديث مهم جدا خصنا نتعلموا منه. نعم إخواني الكرام، الإنسان طبعا كيعيش في هذه الدنيا وكيجيه الغفلة وكينسى وكيتلهب الأمور ديال الدنيا وكينسى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، نسوا الله فنسيهم. فالإنسان خصو ينتبه لهذه القضية لأن العمر قصير. نعم. والغافل من يثقل أيامه ولياليه بالآثام والمخالفات. الغافل مسكين اللي غافل يعني كيتلهب الدنيا وكيعمل المعاصي والذنوب والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية جميعا، حتى يأتيه نذير الشيب والهرم، حتى كيشيب وكيهرم كتبقاش عنده الطاقة والقوة، فيحاول أن يجبر التقصير ويقرع سن الندم، ولكن قد تأتيه المنية فلا ينفعه إلا عمله. هذا الإنسان ربما يجيه ملك الموت ما غينفعك إلا العمل ديالك اللي عملته في الدنيا. العمل الصالح إخواني الكرام، العمل الصالح مهم جدا. انتبهوا، اسمعوا لهذا الحديث المبارك كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا وفيقنا، قالنا إياكم، نبهنا باش نغتنموا الفرصة ديال العمر. والله هذه الحياة فرصة إخواني الكرام. شحال من الناس كانوا عايشين معنا وخلاص انتهى، انتقلوا للآخرة. هذه الحياة فرصة لك أخي الكريم. طبعا كل سنة هجرية خص الإنسان يحاسب نفسه، ليش عملتي من الأعمال اللي غتقربك لله سبحانه وتعالى وغترفع الدرجة ديالك في الآخرة. خصنا نحاسب الأنفس ديالنا، لأن الحياة هذه أمانة إخواني الكرام. شوفوا الحديث هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم خمسا قبل خمس. الرسول صلى الله عليه وسلم كينبهنا كيقول لنا راه اغتنموا الحياة ديالكم قبل ما تموتوا. اغتنم، استغل هذه الفرصة، راه الله عز وجل عطاها لك في حال هذاك اللي كيبيع ويشري، خصو يربح، فانت خصك تربح الحسنات باش الله سبحانه وتعالى يرفع لك الدرجات ديالك في الآخرة. وصحتك قبل سقمك، مادام انت صحيح الله عز وجل عطاك الطاقة، عطاك القوة، فخصك تستخدم هذه الطاقة وهذه القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ماشي حتى يجي واحد النهار وغتمرض وغتندم غتقول يا ليت يا ليت. شوف سبحان الله، الآن ما كنقدرش نتمشى، ملي كنت كنتمشى نتمنى يا ليت مشيت للمسجد، يا ليت مشيت وعطيت عاونت الفقراء، يا ليت مشيت وسافرت ونشرت العلم، يا ليت ومشيت وتكفلت بالأيتام، يا ليت ومشيت وساعدت الأرامل. يعني كاين لا ما تعمل في الحياة، ماشي الإنسان غير يجمع الفلوس والمال. ها انت صحتك مشات لك وعندك المليارات، واش غينفعك؟ ابدا. فلذلك الإسلام، الله سبحانه، الرسول صلى الله عليه وسلم كينبهنا كيبغي لنا الخير، فلذلك خصنا ننتبهوا إخواني الكرام لأن العمر قصير. كذلك غناك قبل فقرك، يعني الدنيا كتدور، اليوم عندك ما شاء الله غني ما محتاج شيء، ربما يجي واحد النهار غتكون محتاج فقير ما عندك حتى حاجة. فأما دام أن الله عز وجل عطاك الغنى، استخدم هذا المال
وهذا القدرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك إخوان الكرام فراغك قبل شغلك. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاك الوقت وعندك الوقت، يعني استغل هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما تستغلوش في المعاصي والذنوب، وما تستغلوش في الأشياء اللي ما تنفعكش لا في الدنيا ولا في الآخرة. خصوصا الشباب ديالنا، ما تغركمش الصحة ديالكم، ما يغركمش المال ديالكم، ما يغركمش الحياة ديالكم. إنسان خصو يفكر في الآخرة. نعم، وشبابك قبل هرمك، ما دمت شابا، شاب نعم أو شابة، يعني تستطع تعمل بزاف ديال المسائل باش تبني للآخرة ديالك، فخصك تستغل الشبابية ديالك إن شاء الله تعالى باش تبني وتكون يعني صالح مصلح. نعم إخواني الكرام، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لابن عمر، كيقول له خصك تكون في هذه الدنيا في حال شي واحد غريب، في حال انت سافرتي لواحد البلاد يعني ما كتسكنش فيها، ما كتعرف فيها حتى واحد، غريب. هيدا خص الإنسان يكون في هذه الدنيا، أو عابر سبيل أو غير دايز، ما غتستقرش في هذه الدنيا. الاستقرار في دار الآخرة، دار الاستقرار هي دار الآخرة، أما هذه دار عمل، دار اجتهاد، دار كفاح، دار بناء. فلذلك إخواني الكرام خصنا نحاسب أنفسنا، يعني ديش عملنا في العام الفايت ونصلحوا ديك الشيء اللي قصرنا فيه. فكذلك وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وأخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا الدنيا خصك تخدم، والآخرة الله سبحانه وتعالى غيحاسبك على النية ديالك، على العمل اللي قمت به. إن شاء الله تعالى نتمنوا إن شاء الله يكون الحساب في الصالح ديالنا، وإن شاء الله تعالى ندخلوا جميعا إلى جنة الفردوس. أخوتي وأخواتي الكريمات، وعن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اليوم ضيفك والضيف مرتحل، والضيف مرتحل عنك يحمدك أو يذمك. النهار في حال واحد ضيف، وتيك الضيف غيمشي، وملي غيمشي إما غيشكرك ولا غيعيب عليك، غيقول فلان ما شاء الله ضيفني وكرمني وعطاني الوقت وفتح لي الدار ديالو وفتح لي القلب ديالو، ولا غيقول لا الفلان ما فيه خير، ما عطاني شي حتى الوقت، ما قدم لي شي حتى الماء. هكذا اليوم النهار اللي كتعيش فيه إما غيكون لك وإما غيكون عليك. نعم، خصنا نحسبوا الأنفس ديالنا ديش عملنا في النهار. عندنا 24 ساعة، إذا جينا نقسموا هذا النهار، يعني 8 ساعات غتقضيها غير في النوم، وشحال الساعات غتقضيها في الأكل، وشحال الساعات غتقضيها في الانشغال، في مع الأولاد، مع المدرسة، مع العمل. فيعني شحال الوقت اللي غيبقى لك للعبادة ولعمل الخير فالإنسان يحاسب نفسه. إذا لقيتي راسك يعني ما ناجحش في العبادة ديالك، خصك تصلح العبادة ديالك. ما ناجحش في الأخلاق ديالك والمعاملات ديالك مع الناس، خصك تصلح تكشي النقص اللي فيك. نعم، أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر المبارك كيكثر من الصيام، كيصوم، يعني في شهر مبارك، يعني وخصوصا يوم التاسع والعاشر، يوم عاشوراء، يوم عظيم إن شاء الله تعالى. إذا كان عندنا الوقت إن شاء الله عاد نتكلموا على هذا الشهر، على هذا اليوم المبارك، اليوم الذي نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء المدينة لقى اليهود كيصوموا العاشر، ف
فقال لهم علاش كتصوموا؟ قالوا بأن هذا النهار الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى من فرعون. فقال لهم نحن أولى منكم من بموسى. فأمر عليه أفضل الصلاة والتسليم لمن استطاع أن يصوم يوم عاشوراء، وفيه فضل عظيم جدا. فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. إخوة الإيمان، أيها الإخوة، كذلك يقترن قدوم العام الهجري الذي نستقبله بذكرى أعظم حادثة في تاريخ الإنسانية. هذه الذكرى ذكرى هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خصنا نعلموا الأبناء ديالنا ونعرفوهم بالسيرة ديال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من اللي خرج من المدينة وطردوه من مكة المكرمة، ويعني كيفاش صبر وكافح باش ينشر هذه الرسالة الربانية إلى العالم أجمعين. طبعا إخواني الكرام، جدير بالذكر أن يقف كل مسلم في بداية كل عام هجري وقفة الحساب والمراجعة والموازنة. وكما أن كل تاجر كيش شي بيع شري ما كيحاسبش نفسه اللي كيكمل العام، كيحاسب وقفة حساب ومراجعة لأرباحه أو لخسائره لا سامح الله. فجدير بكل منا أن يقف وقفة للحساب، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا لقيتي ما شاء الله الأخلاق ديالك مزيانة، كتصلي الصلاة ديالك، يعني كتقوم بالواجبات ديالك، كتحافظ على ما أمرك الله به، كتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه، سواء في الصلاة ديالك، بزاف ديال المسلمين كيهملوا الصلاة ولا ما كيهتموش بالصلاة، والصدقة بالإحسان، بر الوالدين، يعني حسن الجوار، حسن الخلق، يعني تشوف الأخلاقيات ديالك، ولا إذا كنت مبتلي بشي مصيبة يعني حاول تركها، سواء التدخين ولا شرب الخمر ولا الزنا والعياذ بالله من هذه الموبقات. الإنسان خشو يحاول يجتهد على نفسه، لأن الهداية ما كتجيش هيدا، الهداية كتجي بفضل من الله سبحانه وتعالى إذا أنت قمت بالمجهود. يعني إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا بد من الكفاح، وهذا هو الجهاد الأكبر، أنك تجاهد نفسك، تجاهد النفس الأمارة بالسوء، يعني تحسن من الأخلاق ديالك، تبتسم كتار، تفرح كتار، دخل السرور على الأسرة ديالك، تشري الوردة للزوجة ديالك، تحسن العلاقة ديالك مع الزوجة ديالك ولا مع إخوانك ولا مع الوالدين ديالك، لأن كاين شجارات وكاين خلافات والشياطين كيشتغلوا باش يفرقوا الأسر. فهنا الإنسان خصو يفيق من على الشيطان ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لعل الله عز وجل يغفر له الذنوب دياله، لعل الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة والمغفرة عليك أخي المسلم، لأن السعادة كل السعادة في امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب النواهي. إنسان من اللي كيقترف المعاصي كيتوسخ بالوسخ ديال الدنيا، فكيعيش حياة ضنكة، حياة ما فيهاش السعادة، ما كيحش بالراحة، لأن الراحة الحقيقية في امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب النواهي. اجتنب المعاصي، توب إلى الله، حافظ على الأوامر ديال الله سبحانه وتعالى، عمل تكون عندك واحد النية صادقة باش العام اللي ما جي إن شاء الله تعالى يعني تكون أحسن من السنة الماضية. وإن وجد تقصير تلافى ذلك التقصير وعمل على أن يتوب مما صدر منه توبة نصوحة، ومنها رد الحقوق لأصحابها. فنسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ المسلمين جميعا ويهدي الناس جميعا إلى دين الله عز وجل. والله إخوة الإيمان، هذا الدين دين رحمة، دين خير، دين فيه البركة، فيه السعادة الحقيقية. للأسف يعني شوهوه بعض الناس، سأل الله لهم الهداية كذلك، ولكن الدور ديالنا احنا جميعا هو أننا نبين الحقيقة، لأن هذا الدين كيجيب واحد التوازن ما بين الروح والجسد، فالإنسان كيحس بواحد الروحانية، بواحد الخير، بواحد الرحمة.
نسأل الله لنا والجميع الهداية. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك ألا تضع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم اهدي شبابنا وهدي بناتنا. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوب الأزواج وبين قلوب الآباء والأبناء والأمهات والأبناء. اللهم احفظ أسرنا، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تب علينا يا الله. اللهم إنا نسألك في هذه السنة الجديدة أن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم احفظنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. تقبل دعاءنا يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.